انتوا مجرد واجهة وبس. دي الأصول اللي قالكوا عليها الباشا امبارح بالليل. فهمت يا حبيبي؟ فهمنا يا باشا، فهمنا ومفيش أي مشاكل وهنمضي لك يا سلام. وبإذن الله الورقة دي هتتشال ومش هتطلع تاني أبدا، لأن إحنا ناويين نخدم الباشا بعينيه. وأدي مضيت أهي، مضيت أهي. بإذن الله ربنا يبعد عننا المشاكل بقى. مش كده يا زين ولا إيه؟ اللي تشوفه يا صاحبي. طب يلا امضي، يلا امضي. اتفضل. كده اقدر اقول لكم مبروك. الله يبارك فيك يا باشا. طب واحنا هنقدر نستلم بقى امتى ان شاء الله؟ من بكره. انتوا من النهارده بقيت الملاك الحقيقيين للمسابق، يعني تقدروا تدروها وتصرفوا فيها زي ما انتوا عايزين، بس اهم حاجه تنفذوا اوامر الباشا بالحرف الواحد. المسابق دي لازم تشتغل وتحقق ارباح، واول كل شهر بتجيبوا لي بقى حصه الباشا في الايرادات علشان اوصلها له، وتبقوا على أتم استعداد لأي عملية يطلبها منكم الباشا تنفذوها فورا ومن غير نقاش. واضح الكلام؟ زي الشمس في عز الظهر. بس يعني يا باشا، هو في سؤال كده محيرني. سؤال إيه؟ اختفاء رشوان المفاجئ، وإن إحنا جينا خدنا المسابق كده على طول، والحكاية والرواية والموضوع ده، مش هيخلي الناس تسأل يعني؟ اطمن يا حربي، الثابت عندي وعند كل الناس وفي المسابق بالذات إن رشوان هو اللي حرض على قتل أبضايا في الاسم، لما تعرف إن هو اللي أجره علشان يقتلك أنت وزين. بعد كده هرب بره البلد كلها، جيتوا أنتوا واشتريتوا المسابق بعد ما هو خلق. يا ولاد اللذينة، ده أنتوا مخططين لها صح. ومش كده وبس، إحنا بنعرف دبة النملة قبل ما تتحرك. عشان كده نصيحتي ليكم إن بلاش تلعبوا بديلكم مع الباشا الكبير، لأن اللي بيلعب مع الباشا الكبير بتكون نهايته وحشة، وحشة أوي. واضح الكلام؟ واضح، واضح طبعاً يا باشا. زي الشمس في عز الظهر. طب أبضايا وفي طرق قديم بينه وبين حربي وزين، لكن رشانه والدهب ايه اللي يخليه حرض على قتلهم؟ ايه اللي بينه وبينهم؟ يمكن بسبب حكايه الخناقه اللي حصلت من مده في مستودع المعلمه انشراح، من حربي وزين من ناحيه ورجاله رشوان من الناحيه التانيه. جايز برضه، ولو اني شاكك ان الحكايه اكبر من كده بكتير، خصوصا ان رشانه والدهب اختفى تماما ومش عارفين نوصل له عشان نحقق، نحاول ناخد اقوال. يمكن هرب بره البلد زي اللي بيهربوا. احتمال وارد برضه. الأسات اللي هو أخباره إيه؟ آه كويس الحمد لله. والمدام وحمزة و... والأنسة أماني؟ كلهم كويسين، كلهم كويسين. إلا الأنسة أماني ما ردتش على سعادتك؟ بالحقيقة لسه ما ردتش، بس أنت عارف المواضيع دي بتاخد وقت شوية. بعدين زي ما أنت شايف رؤوف، أنا غرقان في الشغل، أنا تقريباً لا بشوف أماني ولا بتكلم معاها. أنا بس مش عايز الموضوع يسبب حرج لسعادتك. لو كانت الأنسة أماني مش موافقة، يا ريت أعرف يعني. تأكد يا رؤوف، لو قالت لي رأيها هقوله لك مهما كان. ده اللي برجوه من سعادتك يا فندم. أرجو إني ما أكونش بتقل على حضرتك. لا 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 إطلاقا خالص. بعد إذنك يا فندم. اتفضل. بس أنا لسه مش فاهم برضه إيه ورقة الضد اللي أنت خليتني أمضي عليها دي يا حبيبي. دي الورقة اللي بتثبت إن المسابق ملكيتها الحقيقية في إيد الباشا الكبير، وإن العقد اللي إحنا مضيناه ده عقد سوري. يعني إيه سوري؟ يعني تبل وتشرب ميته. أبل إيه وأشرب مية إيه؟ شوف يا زين، المسابق دي ظاهرياً ملككم، لكن لا تقدروا تعملوا فيها حاجة، لا ترهنوها ولا تبيعوها ولا تتصرفوا فيها إلا بإذن نعيم بيه وموافقته، علشان في الحقيقة هي ملكه هو مش ملككم.
والورق اللي انتوا مضيتوه ده بيأكد الكلام ده. يعني احنا كنا في الاول طراطير ولسه لغايه دلوقتي طراطير برضو؟ لا يا زين، أرجوزات. أرجوزات. يعني احنا على اخر الزمن بقينا أرجوزات انا وانت يا حربي؟ طراطير؟ قاعدين يلعبوا بيهم؟ يعني احنا بعد كل اللي احنا عملناه ده ياخدوا هما ويتس القفص واحنا برضه بنداس بالرجلين؟ لو انت فال عملت له ام دي ام دي يا ابني، ما احنا لو ما كناش من غيرنا ما كناش اخدنا حاجه. واحنا خدنا ايه؟ ما احنا برضه خدنا شويه هوا في هوا يا اخويا. يا جماعه استهدوا بالله، اهدوا كده واسمعوني. الحكايه بتاعتكم دي ملهاش غير حل واحد بس. الحل ايه يا متر؟ اني ورق الضد ده يختفي. يختفي؟ يختفي ازاي يعني؟ عندك حل؟ المسألة دي سيبوها عليا أنا وأنا هتصرف. المهم تركزوا في اللي أنتوا فيه وسيبوا الباقي على ربنا وصلاح بحر. أماني تعالي ساعديني نجهز العشاء، أكرم زمانه جاي. أماني هاي أماني. إيه يا منى؟ أنت كنت بتقولي حاجة؟ إيه يا بنتي السرحان ده كله؟ عادي يعني. فعلا هو دايما بيبقى في أوله صعب. هو إيه ده اللي صعب في أوله؟ الحب يا حبيبتي الحب. حب إيه يا منى؟ أنا ماليش في الكلام ده. أمال الجو الحلو اللي أنت عاملاه ده كله، بصراحة هو يستاهل. هو مين ده اللي يستاهل؟ رؤوف. أنت دماغك راحت لبعيد قوي. رؤوف ده أصلا مش في دماغي خالص. أمال الجو ده كله عاملاه لمين؟ عادي يعني، لنفسي. علي أنا برضو يا أماني. أماني افتحي لي قلبك وصرحيني، لو في حد في حياتك أو في حاجة في قلبك قولي لي، وأنا وعدك إني هساعدك وحاول أقنع محسنين وأكرم بكل اللي أنت عايزاه. بصراحة يا منى بيني وبينك فعلا أنا عايزة حاجة مهمة جدا. إيه يا حبيبتي؟ نفسي أنام لأني تعبانة جدا. ماشي يا أماني، بس اعرفي إني مفيش حاجة بتستخبى. تصبحي على خير. ايه ده يا عدل؟ هو انت خارج؟ ايوه. انت مش قلت ان احنا هنتعشى بره النهارده؟ قلت، لكن الليله مش هينفع، عندي شغل مهم، خليها ليوم تاني. طب ما انت كل يوم عندك مواعيد وشغل، وانا بقى بصراحه خلاص زهقت، زهقت من القعده لوحدي، زهقت من الحبسه في البيت. شغل اللي مش عاجبك ده يا هانم هو اللي معيشك في النعيم اللي انت فيه. خلي فاتحه جهز لك اي لقمه تاكليها، بس ما تستنينيش، نامي. جايزة اتأخر. انت ما بقتش عايشة دي. والله لو مش عاجباك العيشة معايا تقدري تروحي تعيشي مع أمك. ألو. 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 سفالة وقلة أدب. الو، انت اللي اتصلت من شويه على تليفون البيت؟ وعرفت منين انه انا؟ انا اللي بسال، انت اللي اتصلت؟ ايوه. انت مجنون، تاني مره اقعد اتصل على تليفون البيت. ولو عايز سجل الرقم ده عندك، ده رقم موبايل. حلو. هي ايه دي اللي حلو؟ النام. طيب هو انت ايه اللي خلاك تتصل؟ اصل من ساعة ما تقابلنا لا كلمتيني ولا سألت فيا، فقلت اتصل اطمن عليك. تطمن وبس؟ بصراحة لا، اصلك وحشتيني.
أرجوك يا صلاح بلاش الكلام ده. هي دي الحقيقة يا ميزة، توحشتيني قوي قوي. يعني أنت عايز تقول إنك نسيت اللي فات وإنك مش زعلان مني باللي حصل زمان؟ اللي حصل حصل. عارفة الفترة اللي قضيتها في السجن كان كل تفكيري إن أول ما أطلع أدور عليكي لحد ما ألاقيكي وأقتلك. كده يا صلاح؟ كنت هون عليك؟ بس أول ما شفتك كل الغضب اللي جوايا اتبخر في سنة. اكتشفت إن أنا زعلي منك ده بسبب إني بحبك، بحبك بجنون. ساعتها كنت عايز أخدك في حضني ما سبكيش تاني أبدا أبدا. بجد يا صلاح؟ اسألي قلبك حتى هو يقولك. ميس أنا مش قادر أعيش من غيرك، حياتي من غيرك الموت أحسن منها. كفاية يا صلاح أرجوك كفاية. هي دي الحقيقة ميسة، أنا محتاج لك، محتاج لك جنبي ضروري. صعب يا صلاح، صعب أوي. طب لو قلت لك عشان خاطري؟ صلاح أنا لازم أقفل دلوقت، تصبح على خير. ايه الاخبار يا عدل؟ الولاد ما ضروروش وبكره خلص الاجراءات وهم بيروحوا يستلموا المسابق. ورقه الضد اتمضت وعندي في الخزنه هي وبقيه الاوراق السريه يا باشا. ايوه كده عدلي، خلينا نفوق ونشوف شغلنا بقى. ايوه يا باشا، بس الحقيقه كان في حاجه قلقاني كده. ايه اللي قلقك بالظبط؟ يعني الولاد دول اذكياء وحركين وقلبهم ميت يا باشا، بس بالنسبه لموضوع المسابق ده يعني اداره المسابق دي هيعرفوا يديروها؟ الحقيقه انا مش عارف هيعرفوا يديروها ولا هيعكوها. يعكوها زي ايه؟ ويبوسوا زي ايه؟ العيال دي موهوبين بالفطره واكيد هيعرفوا يتصرفوا. طب افرض يا باشا معرفوش؟ ساعتها نجيب اي حد يدير المسابق وهي تفضل مكتوبه باسمهم وبس. عزام يا باشا، عزام جاهز ومستعد يقوم بالمهمه دي في اي لحظه يا باشا. انت ايه حكايتك مع عزام يا عدلي؟ مش ملاحظ ان دي تاني مره تلمح لي فيها ان عزام مستعد يمسك المسابق؟ يا باشا أنا كل همني يا باشا مصلحتك يا باشا. وبعدين يعني عزام ده راجل بتاعنا ومننا وعارفينه كويس واشتغل معانا كتير وعارفين كفاءته يا باشا. عموما يا باشا مش عاجبك عزام خلي هنتر، يعني هو ممكن يقوم بالمهمة دي يا باشا. أهم حاجة يا باشا المسابق تشتغل وما توقفش يا باشا. خلاص خلاص، أنا هحط النقطة دي في اعتباري وهاخد فيها القرار المناسب في الوقت المناسب. بلاش نسبق الأحداث، نشوف الولاد هيتصرفوا إزاي وعلى ضوء ده هنقرر. بقول لك يا حرب، إيه؟ في حاجة كده قلقاني وخوفاني موضوع المسابق دي. طب مش هتبطل قلق يا ابني؟ إيه اللي مخوفك؟ الراجل اسمه عزام ده، شفت عمل إزاي لما عرف إن إحنا اللي هنمسك المسابق؟ ده كان عايز يبقى في زمارة رقابينا ويخلص مننا خالص، بانه كان طمعان في الجمل بمحامل ولا ايه؟ ما تقلقش يا زين، العجله هتدور ومسير يومه هيجي. ايوه بس برضه موضوع المسابق ده يقلق يا حرب، هنعرف احنا ندوره ونمشيه ولا هتبهوأ مننا وتتطربق في نافوخنا في الاخر؟ خليها على الله يا عم زين، خليها على الله. يا عم حرب ما كله على الله. الله، بس في ناس كتير قوي طمعانه فينا، نفسهم قوي ان احنا نقع ويشمتوا فينا ويخلصوا منا. بص يا عم زين، طالما احنا عارفينهم هنعرف ازاي نوقف لهم ونتقي شرهم. بس انا ليا طلب عندك وطلب سخيف شويه، يعني لو ينفع.
ممكن تبطل التشاؤم وتجرب التفاؤل ولو مره واحده ما كانش يرجع تاني يعني مفيش مشاكل. حاضر حاضر يا عم حد. طيب جرب اطلع انت بقى نام وبكره الصبح نروح نجيب لنا عربيه معتبره كده عشان نروح نستلم بيها المسابك. وانت تروح فين؟ لا انا هروح بقى شقر على المعلمه انشراح، انت عارف الست غلبانه يعني وقاعده لوحدها، مش واجب برضه؟ واجب يا صاحبي. حبيبي بتشقى يا صاحبي. ايوه ايوه جاي اهو واحد ما يعرفش يريح. ازيك يا بنت سارة؟ ان شاء الله تسلم يا معلم، وحياة النبي كان قلبي حاسس ان انت، ما هو ما حدش بيجي لنا بالليل غيرك. حبيب قلبي يا ابو قلب رهيف انت. يا معلمه نامت ولا ايه؟ لسه طالعه اوضتها، تحب اطلع انا صحيها ولا تطلع انت؟ لا عندك انت، اطلع انا صحيها. حبيب قلبي انت يا بتاع الليل واخره يا حنين. يعني زهزهت بالقوي يا زين؟ شكلها كده يا بركه. ان شاء الله قريب قوي اروح اجيب دعاء وارجعها الحته بقى، احقق لها كل اللي بتحلم بيه واصحابها من الكباريه والقرف اللي هي عايشه فيه ده. ربنا ينولك اللي في بالك، انت متهور صحيح بس ابن حلال. بس بقول لك ايه، اوعى بقى انت والواد حربي بقى تنشغلوا في المسابق دي وتسيبوني، انا ما اقدرش اعيش من غيركم يا زين. ايه هذا الهبل اللي انت بتقوله ده؟ انت معانا على طول يالا بركه، رجلك على رجلنا وايديك في ايدينا على طول، عمرنا ما نستغنى عن بعض يالا. ربنا يخليك لي يا زين، دايما جابر بخاطري، اصل انت وحربي اللي طلعت بيكم الدنيا دي. حبيبي يا بركه. بالهنا والشفا. انا من ساعه ما سمعت خبر ابضاي وانا قلت رشوان ورا الحكايه. مفتري وسافر ويده طايله. رب الكبيره معلمه، بيسلط ابدان على ابدان. بس هو غرف انه مصيبه. محدش عارف يا معلمه، اختفى خالص رشوان ده. بيقولوا يعني انه هج وهرب بره البلد. 60 داهيه. يكشي يغور ما يرجعش. بس ما تعرفش المسابق بتاعته مصيرها ايه دلوقتي؟ وانا بقى جالك عشان كده يا معلمه لا مؤاخذه يعني. اصل انا وزين عقبال عندك يعني اشترينا المسابق. اشتريتوها؟ ازاي؟ واشتريتوها منين؟ فاكره يا معلمه المقاول اللي اسمه عنتر اللي كنت جبت من عنده نقطه الخرده التقيله دي؟ ماله ده؟ انا وزين بقى عملنا معاه كام نقله حلوين قوي وطلعنا من وراه بقرشين كويسين. قوم لما رشوان خلع وساب المسابق كده من غير صاحب، قمت انا وزين راشقين على طول واشتريناها، دفعنا المقدم وعنتر يعني ضمننا بالباقي. حربي انت بتتكلم بجد ولا بتهزر على المسا؟ وده منظر واحد بيهزر يا معلمه، بقول لك اشترينا المسابق ودفعنا المقدم وهنستلمها خلاص. طب هتدفعوا باقي التمانيه منين؟ اهو ربك بيرزق بقى، مسابك هتشتغل وتدور وتجيب ومن راعه يعني هنسدد بقى الباقي بتاعها وهيبقى من دقن وفتل له يعني. قول كده بقى. يعني انت وزين ناويين تسيبوا الشغل عندي؟ تسيبوني وتخلعوا يعني؟ ازاي يا معلمه؟ ما ينفعش خالص، ما نقدرش نعمل كده، واحنا نقدر نستغنى عنك برضه. ما انت كلامك هو اللي بيقول كده وانا جبت كلام من عندي. يا معلمه دي سبوبه ما كانتش على البال ولا على الخاطر، ممكن تخلي البليه تطلع لفوق والكيكه تطلع في العالي. وانت وسيزين بقى هتعرفوا تديروا المسابك دي ولا هتخربوها وتجيبوا اجلها وهات ورا هات؟ امال انا جيت لك ليه يا ست الكل؟ البركه فيكي بقى. تقصد ايه يا واد؟ قصدي يا معلمه ان انت ست المعلمين وعجنه سوق وخبزه ودهزه كويس قوي والحديد ده لعبتك، فمش هنلاقي يعني احسن منك يدير المسابك ويمسكها. جرايه يا حربي، انت اتجننت في دماغك ولا ايه؟ هي القوالب نامت والنصاص قامت تلف الايام وتجيب ورا وقدام عشان انت وسيزين تشغلوني انا عندكم؟ حاشا لله يا معلمه، ما تقوليش الكلام ده، محدش يستجرى يقولها ببقه حتى. ده انت معلمه المعلمين وست الكل واكبر راس في المنطقه كلها. انت هتبقى على راسنا من فوق وكلمتك نافذه على الكل، وانا وزين اولهم. واحنا يعني يا معلمه مهما علينا ولا حاجه احنا برضو رجالتك ولحم كتافنا من غيرك. اظبط كلامك كده وتظبط معايا. مستودع الخرده يا اخويا هعمل فيه ايه؟ مستودع ده خلاص يا معلمه، مبقاش من مقامك بقى. يعني ايه؟ اقفله؟ ابيعه؟ اوديه في انه داهيه؟ لا ده ولا ده. احنا هنسيبه للواد بركه يمسكه ونجيب له اي حد يساعده. حد زي مين؟ اي حد يعني، ممكن عم نوفل ابو دعاء مثلا، راجل كمين وتابعنا ونحب يخدمك بعينيه، ويعني هتبقى الخير هيعم على الكل. توردي مثلا ايه للمسابك من المستودع بتاعك الخامات بالسعر اللي انت عايزاه، ويعني هتبقى مصلحه واحده عشان الكيكه تطلع في العالي بقى. طب لو حبينا نمشي الكلام ده
نمشي من امتى؟ احنا بكره الصبح ان شاء الله هنروح نمضي ونستلم المسابق، وساعة ما نستلمها هتبقى انت المديرة وكلمتك نافذة على الكل. ده انت حاسبها في دماغك يا حربي ومرتبها على الاخر. ما اللي يحسب الحسابات في الهنا يبات يا ست الكل. ها؟ قلت ايه؟ قلت عايزة افكر. دوختني. خليتني الف كده حوالين نفسي وانا قاعدة جنبك ووديتني دمياط ورجعتني. بتدوخني ليه؟ سلامتك من الدوخة يا ست الكل. قولي على البركة بقى. طب حربي سيبني افكر شوية، ده موضوع كبير. يا معلمة ده مصلحة حلوة والخير هيعم على الكل وهنطلع لفوق. نفسك يا حربي. نفسك تطلع لفوق 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 قوي. نفسك. تعبت من العيشة اللي تحت يا معلمة. وشفت كتير قوي في دنيتي. مش معقول يعني لما الواحد تجيله فرصة تنطره لفوق يقول لا. بركي بقى. بركي عشان قلبي يرتاح. أنا مش هبارك ولا هوافق غير لما توعدني بوعد الأول. أوعدك بإيه؟ أوعدني يا حربي إن مهما عليت وعليت وأنا عارفة إنك هتعلى لفوق ما تخليش حاجة تاخدك مني. ده أنا أوعدك وأبصم بالعشرة إن عمري في حياتي ما أبعد عنك أبدا. أكرم. ها؟ آه. أنا رأيي تقول لرؤوف يصرف نظر عن موضوع أماني ده خالص. ليه؟ هي قالت لك إن هي مش عايزاه؟ يعني مش بصراحة. هي فزورة؟ من غير ما تتنرفز وتزعق. الظاهر ان اماني في حد تاني في حياتها. قالت لك مين؟ لا. امال انت عرفتي ازاي؟ احنا ستات زي بعض وبنفهم بعض كويس. اكرم مالك؟ مفيش حاجه. ما تقلقش، تلاقي حد من زمايلها في الشغل ودلوقتي بيرتب اموره عشان يجي يتقدم لها. وبعدين هنعرف كل حاجه. تصبح على خير. وانت من اهل. إيش 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 إيه ده كله؟ إيه ده كله يا رجالة؟ كله من فضلة خيرك يا معلمة. اتفضلي يا ست الكل. لا ولايقة عليكم. بسم الله. كأنها معمولة علشانك يا حرب. ربنا يخليك يا رب. اتفضلي يا معلمة، اتفضلي. فاكر هذا زين أول مرة دخلنا فيها المسابق دي؟ ودي حاجة تتنسي يا عم حربي. ده احنا يا دوبك عدينا من جنبها وقافلين لحد القطمة. ولما دخلناها دخلناها زي الحرامية بالظبط عشان نسرق تريلا ونجيب حق المعلمة. فاكرة يا معلمة؟ ودي حاجة تتنسي؟ بس النهاردة داخلينها معلمين. واحلى تعظيم سلام ليكوا وانتوا داخلين، صح ولا لا؟ واقفه ليه يا معلمه؟ ما تيجي تتفضلي اقعدي. المكان ده كله بقى بتاعنا خلاص. اقعدي يا معلمه نوري مكتبك. انا اقعد على المكتب ده؟ ايوه طبعا. يا احلى معلمه في مصر كلها. الله الله الله، ايه القبهه دي كلها؟ وبكره مين عالم احنا رايحين فين ان شاء الله. بعد اذنكم يا اساتذه. اتفضل. ابراهيم محمد خلف، المدير التنفيذي للمسبح. دول الاخوه رؤساء الاقسام، شؤون قانونيه، شؤون فنيه، شؤون هندسيه، الخ الخ الخ. اهلا اهلا استاذ ابراهيم. اهلا وسهلا، احنا جايين نهني ونبارك ونتعهد امام الله ان احنا نحط ايدينا في ايديكم عشان المسبك يحقق اعلى ايرادات من الارباح. متشكرين يا استاذ ابراهيم، هو ده يعني العشم برضه. ربنا يخليك. في حاجه يا استاذ ابراهيم؟ بصراحه يا فندم في بعض المشاكل الصغيره كنا عايزين نعرضها على سيادتكم. خير يا استاذ ابراهيم. الوضع المالي يا فندم للمسبك لا نحسد عليه، رشوان بيه قبل ما يمشي سحب من خزنه مبالغ ماليه كبيره جدا. وده اثر على السيوله الماليه لصرف المرتبات للعمال والموظفين الشهر ده. والموردين رافضين يوردوا لنا الخامات. والانتاج دلوقتي شبه واقف. وناس كتير من العملاء بيهددوا بفسح عقودهم معانا. ده غير فوائد البنوك المتاخره والتامينات الاجتماعيه ما اتدفعتش. والعمال متضايقه وبيطالبوا بزياده الاجور. من الاخر يا اساتذه الموقف المالي للمسبك لا نحسد عليه، ولما كنتوش هتاخدوا قرارات حازمه المسبك هيضيع مننا. نسيت اعرفكم بالمعلمه انشراح. معلمه انشراح هي المديره التنفيذيه الجديده ورئيسه مجلس اداره المسابق كلها. وهي ان شاء الله اللي هتقعد معاكم بقى وتدرس كل الكلام اللي بتقولوا عليه ده، وبعد كده تعرضوا علينا في مجلس الاداره، ساعتها نبقى ناخد بقى القرارات اللازمه. طيب بالاذن احنا بقى علمها. احنا معتمدين على ربنا وعليك. ها ان شاء
شد حيلك. يلا بينا زين. يلا عم حربي يلا. يلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. استعنا على الشعب الله. هاي يا أساتذة. إيه مشاكلنا بقى؟ مشكلة تلو المشكلة. الحكاية كده باين عليها منيلة بستين نيلة. الوحدة اللي كنا فاكرينها هتزهزه معانا هتلاقيها خربانة والسوس معشش جواها. هنشرح بقى تتصرف. هنشرح دي هتعمل إيه ولا إيه في البلاوي دي كلها؟ بقول لك إيه؟ هنشرح دي تفوت في الحديد، يعني لو هي ما عرفتش تتصرف والله ما حد عارف يعمل أي حاجة. يا عم اطلع على عدلي يا عم، مش هو ده اللي وكسنا الوكسة السودة دي؟ على رأيك. عدلي بيه في الوقت ده بيكون في المحكمة، وللأسف الشديد ما بيجيش إلا بعد الظهر. فحضراتكم لو عايزين تسيبوا أي خبر أو أي حاجة أقولها له أنا مستعد. لا لا متشكرين. هنعمل إيه دلوقتي؟ روح لعنتر. إيش إيش إيش؟ إيه الحلاوة دي؟ إيه؟ أنتوا استلمتوا المسابك؟ آه سكناها واستلمناها. طب يا سيدي مبروك يا اخوي. مبروك على ايه؟ يا المسابك دي اتقال عليها مبروك؟ دي اتقال لك يعوض عليكم ربنا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ المسابك دي كنز منجم ذهب. شوف يا عنتر بيه، انا لو حد غيرك قال لي الكلمتين دول كنت قلت له في وشه انه كذاب. لكن انت ما اقدرش اقول لك الكلمتين دول لانك صاحب فضل علينا وجدع معانا. لكن تقول لي بقى كنز ذهب ومش كنز ذهب، هو ده كلام ما يخشش العقل. ايه اللي انت بتقوله ده؟ فهمني ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان المسابك دي طلعت خربانه، ما فيهاش مليم واحد يوحد ربنا، وعليها ديون متلتله ومشاكلها ياما. بقى هي دي المكافاه الكبيره اللي الباشا الكبير بيكافئنا بيها. حربي الكلام اللي بيقوله زين ده مظبوط؟ امال احنا لا مؤاخذه يعني جايين نسير معاك عن تربيه؟ ولو كلامنا ده مضايقك في حاجه ولا وجودنا مزعلك احنا ممكن نمشي من سكات. طب اقعدوا اهدوا اهدوا فهموني ايه اللي حصل بالظبط. اقعدوا. انت متاكد من الكلام ده يا كيمو؟ عيب يا باشا، ده انا شايفهم بعناية اللي هياكلهم الدود دول وهم داخلين المطيه بعربيه اخر قبها. عدوا على المعلمه انشراح في البيت خدوها وقاموا خالعين. تعرفش جابوا الفلوس دي منين؟ معرفش يا باشا، سبحان العاطي الوهاب بلا حساب. سيبك من الكلام ده يا كيمو وقول لي الحكايه. اقول لسعادتك، اصل الواد حربي اليومين دول لايف على المعلمه انشراح. وما ادراك ما المعلمه انشراح؟ زكيبه فلوس متنقله. بعد الواد حربي ده واد مش سهل، وبرضه الستات في السن ده بيبقى سن حرك. فالواد حربي تلاقيه عمل لها غسيل مخ، فخلاها تجيب له العربيه تعيشه العيش الفخفخينه اللي هو عايشها دي. وعدنا يا رب. الصحفيه اللي اسمها اماني جت المنطقه تاني؟ لا يا باشا ما جاتش، من اخر مره قطعت رجلها من الحته. ما تعرفش اذا كانت بتقابل هي وحربي ولا لا؟ لا يا باشا دي صعبة أوي أعرفها، خصوصا إن المعلم حربي اليومين دول عامل زي فرقع لوز، طالع داخل في المنطقة بقاله كتير أوي. تعرفش بيروح فين؟ بيقابل مين؟ لا يا باشا معرفش، بس أكيد سعادتك تعرف. مش أنتوا الحكومة يا باشا؟ ده أنتوا تعرفوا كل حاجة، ولا أنا غلطان؟ اتكل على الله دلوقتي ووليني بالأخبار أول بأول. تأمرنا يا باشا، تأمرني، ما أنا قلت لك أنا خدامك. يلا. يبقى رشوان خربها قبل بيغور. واحنا بقى اللي هنشربها مش كده؟ انا سابق قلت له المسابك دي منجب ذهب، بس اللي يعرف يديرها زين. امال العزام هيموت عليها ليه؟ طب والعمل ايه دلوقتي في المصيبه اللي احنا فيها دي؟ خصوصا ان عدلي بيقى لنا واحنا بنمضي العقد اننا لازم نورط حصه الباشا كل اول شهر، والا نهايتنا تبقى سودة. والايرادات دي هجيبها منين اذا كانت المسابك متنيله بستين نيله مش شغاله وحالها واقف؟ انا ممكن اساعدكم في الحكايه دي. ساعدنا ازاي؟ ابعت لكم في ايده كام راجل كده يدور لكم مسابك لحد ما توقف على رجليه. قلت لي واضح ان مش عزام بس هو اللي كان طمعان في المسابك يا صاحبي. لا لا يا زين، اوعاك تفكر في كده، اوعاك تفتكر ان انا مستكتر اللي في يدكم. ربنا يبارك لكم فيه، انا عندي كتير والحمد لله، عندي كتير يكفيني وزياده. امال ايه لازمته طب الكلام اللي انت قلته ده؟ انا غرض اسعدكم، مش عايزين بلاش، المسابك عندكم شغلوها زي ما انتوا عايزين، بس اوعاكم عينيكم تتحط على اللي في يدي غيركم، غيركم اللي بيحبكم ويقف جنبكم. ها ده مش كلام عن تربيه اللي احنا نعرفه، ده كلام عزام اللي بيكرهنا وعايز يكرهك فينا ويستعديك علينا. انا سبق وقلت لكم الشغلانه دي خطره، الغلطه فيها بفوره، عشان كده
لازم نحط يدنا في يد بعضينا، لكن لو وقفنا لبعضينا هنروحوا في 60 داهية. ودكوا شفتوا اللي حصل لرشوان. احنا عمرنا ما نقف ضدك عن تربية، ومسير الأيام تثبت لك إن احنا رجالة قوي وجدعان قوي قوي ومش قدلات الأصل، وعمرنا ما نعض الإيد اللي اتمدت لنا. ويا ريت تعاملوا عزام بنفس الطريقة. ليه؟ عشان هيبقى فيه شغل بيناتكم كتير، مفهوم؟ والله بقى يا نحلة أنا تقرصيني ولا عايز منك عسل. لو عزام ده يسيبنا في حالنا محدش فينا هيهوب ناحيته، ولا عايزين منه لا خير ولا شر. بس عليا النعمة لو خان ولا غدر ساعتها بقى يبقى البادي أظلم، والعين بالعين والسن بالسن، ويا روح ما بعدك روح. اتفضل يا فندم. رؤوف، حربي أبو العينين المهدي عايزك من بكرة تحطه تحت المراقبة. ليه يا فندم؟ حصل منه حاجة جديدة؟ جات لي إخبارية إنه جاب عربية جديدة ومقضيها بالطول والعرض، معاه فلوس كتير، وأنا عايز أعرف جاب الفلوس دي منين؟ مش عيب يا فندم الواحد يكسب ومعاه فلوس كتير، إلا لو كانت بطريق غير مشروع. هو حضرتك شاكك فيه في حاجة جديدة؟ آه، شاكك إنه بيعمل حاجة غلط ولازم أعرفها. تحت أمرك يا فندم. أنا عايزك أنت بنفسك تتولى المأمورية دي، ومن بكرة تديني تقرير يومي عنه، مفهوم؟ اللي تقول عليه يا فندم. صباح الخير. تفضل. يا رشا، في حاجة؟ الجماعة في تركيا بعتوا لك الإيميل. وريني كده. اتفضل. اطلبي لي عدل على التليفون. ألو؟ أي عدلي بيه؟ الباشا عايز حضرتك. ثانية واحدة. اتفضل. هيا عدلي. الجماعة بتوع تركيا بعتوا رسالة بيقولوا إن الشحنة هتوصل بكرة المينا في اسكندرية. أنا عايزك تتصل بعنتر وعزام وحربي وزين. لازم تقابلهم الليلة دي ضروري. تقعد معاهم وتنسقوا كل حاجة. مش عايز أي غلطة تحصل. فهمهم إنهم لازم يجهزوا للعملية دي كويس قوي. أنا عايز العملية تتم بشكل بسيط وسلس من غير أي مشاكل. مفهوم يا عدلي؟ يلا. هو حربي وزين هما اللي هيسلموا الشحنة المرة دي ويوصلوها المخازن عنتر يا باشا؟ أيوه، حربي وزين هيستلموا الشحنة وهم اللي هيوصلوها، وده هيبقى امتحان حقيقي ليهم ولكفائتهم. وعلى طول امتحان ده يا رشا، أمور كتير قوي هتتحدد. رشا. أيوة يا باشا. اطلبي لي مكتب عزيز بيه، شوفيه هو فين دلوقتي وبلغيهم ان انا لازم اقابله ضروري النهارده. اظن دلوقتي يا رجاله اتكلمنا في كل المشاكل وازاي نعرف نحلها. اتفضل. ان شاء الله تتحل يا فندم. اتفضلوا بقى على مكاتبكم عشان ما تعطلوش نفسكم. السلام عليكم. مع السلامه. عملت ايه يا معلمه؟ خربت وعدلتها. عدلتها ازاي؟ دلوقتي المشكله بتاعتنا ايه؟ ان مفيش ايرادات من العملاء عشان مفيش انتاج، ومفيش انتاج عشان مفيش مواد خام بتخش هنا المسبك. ليه بقى؟ لان كل تجار الخرده اللي في السوق رافضين يجيبوا حته حديد قد كده للمسبك عشان الاسعار اللي حاططها رشوان الزفت اللي مش عاجبه ولا تاجر طبعا. انا اتصلت ببركه قلت له يلم كل الحديد الطفش اللي عندي في الساحه وفي المخازن ويجيبوا لي على هنا، ويكلم كل مستودعات الخرده اللي في البلد يقول لهم المعلمه انشراح عايزه بكره يبقى عندها حديد، يتصرفوا ويجيبوا لي كل الحديد اللي عندهم. كده هيبقى عندنا مواد خام، هيبقى عندنا انتاج، هيبقى عندنا ايرادات، ونقبض الناس وتبقشش معاه. واحنا هنجيب فلوس الخرده دي منين؟ اعتبرها اتدفعت خلاص. مين اللي دفعها؟ ما تبطل غباوه بقى يا واد يا زيد. بس ده كتير قوي يا معلمه بصراحه. مفيش حاجه تكتر عليك يا حرب انت وزيد. وبعدين هو انتوا مش قلتولي ان احنا كلنا كده هنبقى واحد ومفيش فرق بينا؟ اعتبره دين يا سيدي. اول ما المكان يشد حيله سدد لي اول باول وبالتقسيط كمان. مش قلت لك تفوت في الحديد؟
ربنا يخليكي لينا معلمة يا رب، يا أجدع معلمة في مصر كلها.